أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الإخبارية على شاشة إكسترا نيوز، والتي نتابع فيها معكم فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ. ونتابع معكم في هذه التغطية الإخبارية، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المرأة الإفريقية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات تغير المناخ. جاء ذلك في رسالة وجهها إلى نساء العالم خلال إطلاق يوم المرأة ضمن فعاليات الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27، وألقتها نيابة عنه الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ. وأضاف الرئيس السيسي إن نساء العالم أثبتن قوة وحكمة متفردة في مواجهة أزمة جائحة كوفيد-19 والتي عصفت بالعالم على مدى السنوات الثلاثة الأخيرة، موضحا أن تحقيق أي تقدم ملموس في ملف تداعيات تغير المناخ لن يكون دون تحقيق العدالة المناخية للجميع، والتي تشكل بلا شك الإدماج والانخراط الكاملين للمرأة في مختلف جوانب التعاون مع هذه الظاهرة. أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تعاون جميع الأطراف للخروج بنتائج تلبي طموحات الشعوب في مواجهة التغيرات المناخية، وشدد شكري في كلمة له خلال فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ كوب 27، شدد على ضرورة السرعة في تنفيذ الإجراءات والنتائج الخاصة بمواجهة تغير المناخ. نحن منفتحين للتعامل مع كل الأطراف لكي نضمن أن يكون هناك إنهاء لهذا المؤتمر في يوم الجمعة 18 نوفمبر، وأعتقد أن هناك بعض الموضوعات ستكون مفتوحة حتى يوم الأربعاء 16، وأولويات اليوم الخميس 17 أن نستمر في العمل ونترك الوقت الكافي للإعدادات وللوثائق، والهدف المشترك لنا هو أن نصل لقرارات وخاتمات مؤكدة فيما يتعلق بنتائج مؤتمر شرم الشيخ، وأتمنى أن تكون هذه المقاربة مقبولة لكم جميعا. السادة الزملاء، عبر العام الماضي وفي خلال العشر أيام الماضية كان هناك رسائل قوية من العلوم ومن البشر ومن الخطوط الأولى تذكرنا بخطورة الموقف والتكلفة الخاصة بعدم الفعل وأهمية المفاوضات. أيضا سمعنا رسائل قوية تطالب بالطموح الخاص بالنتائج التي تسعى إلى التنفيذ فيما يتعلق بالمدى والسرعة. رؤساء الدول والحكومات أيضا أظهروا التزامهم ورغبتهم في أن يكون لديهم المزيد من الطموح، والأمر يعود لنا الآن لكي ندرك في هذه المناسبة أن هناك استجابات وهناك دعوات من مجتمعاتنا في كل أنحاء العالم وتتطلع للمزيد من النتائج. الوقت ليس في صالحنا والعالم يشاهد، دعونا نتحد وننجز العمل الآن. أكد السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سايمون ستيل أن العالم يتجه الآن نحو خفض الانبعاثات، مشيرا إلى ضرورة توجيه رسائل واضحة لصانعي السياسات والأسواق والأفراد من خلال مؤتمر المناخ كوب 27. وقال ستيل إنه يجب أن يكون هنالك التزام قوي بتقليل الانبعاثات بمعدل أسرع، وأن تكون هنالك دعوة للعمل الفعال والواضح والضمان الواضح من خلال الأطراف الأساسية، وستكون هنالك إجراءات أساسية لزيادة الطموح وتقليل درجة الحرارة والسيطرة عليها في إطار 1.5 درجة مئوية. أكد أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركون في قمة المناخ كوب 27 أهمية تحقيق نتائج طموحة تسهم في إيجاد حلول منصفة لأزمة المناخ العالمية قبل نهاية المؤتمر. وأوضح البرلمان الأوروبي أن وفد البرلمان في شرم الشيخ سيطرح خلال الأيام المقبلة رؤيته بشأن أزمة المناخ والتي اعتمدها رسميا في 20 أكتوبر الماضي، فيما ينتظر أن يجري الوفد لقاءات عديدة مع وزراء وبرلمانيين ومندوبين آخرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
دعا الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي كوب 27 إلى تعزيز دور القطاع الخاص لدفع العمل المناخي. وخلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر المناخ في إطار فعاليات يوم المياه بشرم الشيخ، أوضح محي الدين أن هنالك العديد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص للاستثمار في مشروعات نظم الإنذار المبكر، مؤكداً على ضرورة الوفاء بالتعهدات السابقة، خاصة أن هنالك 7 دول فقط التزمت بحصتها من تعهد كوبنهاجن، مشيراً إلى الفرص الواعدة لأسواق الكربون الائتمانية. وبزخم كبير تتواصل فعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، والتي تشهد إطلاق مبادرات عالمية معنية بمواجهة التغيرات المناخية. العرض التالي مشاهدينا يوضح أبرز المبادرات الصادرة عن القمة مع الزميلة حور محمد. أهلا بكم. وضعت مصر على رأس أولوياتها التحديات التي تواجهها قارة إفريقيا، ومن تلك التحديات قضية التغير المناخي، حيث تدرك مصر ما تواجهه كثير من الدول بإفريقيا من عقبات للتكيف مع المناخ. وخلال فعاليات قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، أعلنت مصر عن إنشاء مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيف والصمود بدعم مصري أمريكي. المركز سيكون دوره التدريب وبناء القدرات وإجراء البحوث الأكاديمية وتبادل القدرات والمعرفة بالتعاون مع ممثلي الحكومات والمنظمات المختلفة المعنية بالتكيف، حيث تأمل مصر من خلاله دعم القدرات في إفريقيا وسد احتياجات الدول النامية. ويأتي إنشاء هذا المركز اتساقا مع ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ، من ضرورة تعزيز التعاون بين دول الشمال ودول الجنوب في مجال عمل المناخ الدولي، بما في ذلك في مجال تعزيز التكيف مع تغير المناخ. وفي إطار الشراكة بين مصر والولايات المتحدة بشأن التكيف في إفريقيا، وكجزء من دعم مركز القاهرة لتعزيز قدرات التكيف مع المناخ، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستعمل مع الجامعات الإفريقية والوزارات الأساسية لإثارة الوعي بمخاطر المناخ وتعزيز القدرات لتقديم حلول للتكيف ولإدارة تلك المخاطر، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة المالية والميزانية والتخطيط. أما المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري، فأكد أن الولايات المتحدة ستقدم 150 مليون دولار لدعم جهود التكيف مع تغير المناخ في إفريقيا. وفي هذا السياق أصدرت مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا ومجموعة من الشركاء الدوليين إعلانا لدعم ركيزة الطاقة لمنصة نوفي التي أطلقتها مصر للربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لتمثل علامة فارقة في انتقال الطاقة الخضراء في مصر والجهود المبذولة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية العالمية. وشهد كوب 27 إطلاق مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام فاست، التي تمثل فرصة للدول المشاركة فيها ولشركاء التنمية لمساعدتها للحصول على التمويل لتمكينها من مجابهة هذه التغيرات. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا لجهود مصر في قمة المناخ بشرم الشيخ كوب 27 لمواجهة تداعيات التغير المناخي. شكرا لكم على طيب المتابعة.
ومعنا لمزيد من النقاش والتحليل هاتفيا دكتور شادن دياب مسؤول الابتكار ببرنامج الاتحاد الأوروبي للتغيرات المناخية. أهلا وسهلا دكتور شادن معنا في هذه التغطية. بداية، ما هي أهم المبادرات التي عملتم عليها خلال كوب 27 حتى الآن؟ مساء الخير. أولا لأنني يعني أريد أن أشدد على الموضوع الذي ذكرته زميلتكم سابقا بموضوع ربط الغذاء بالطاقة وبالمياه. هذا الموضوع مهم جدا، والمبادرة هي من أهم المبادرات لأنها سوف يعني تبين أهمية ربط الغذاء بالطاقة، وايضا وتسهيل الوصول الى التمويل، لان المشكله اليوم هي عباره عن تحديد الحلول وايجاد الابتكارات والتكنولوجيا اللازمه، وان مصر انها تاخذ برياده بهذا الموضوع وتقوم بتوثيق ذلك سوف يساعد على ابراز ربط الطاقه بموضوع المياه بموضوع الغذاء، وبالتالي التسهيل في عمليات التمويل، وايضا اختيار الحلول اللازمه من الناحيه المحليه وبالتالي الناحيه الدوليه، وتسهيل التمويل من اجل مواجهه عمليه تغير المناخ. ايضا ما زالت قمه المناخ حتى الان بشرم الشيخ تشهد استمرار جهود حشد اليات التمويل التنموي حتى الان، كيف تتابعين هذه الجهود؟ أرى أن اليوم المواضيع هي متعددة جدا، لأنها تتطرق أيضا ليس فقط إلى حلول الابتكار والحلول التي يعني مثل المياه والطاقة والغذاء، وهي من أهم الأمور لأنها يعني تعاني المنطقة العربية والقارة السمراء مثلا من مشاكل في يعني أساليب الري والتكيف الزراعي، وبذلك أيضا هناك أرى مبادرات أخرى مهمة أتابعها مثل المبادرة أيضا لوضع دور المرأة بشكل مهم لأنها يعني في موضوع التكيف في المناخ، وذلك زيادة الوعي بوضع أيضا الشباب في مقدمة، فهذا أراه أيضا شيء مهم جدا، لأننا عندما نريد أن نتعامل مع أي حل تكنولوجي والعمل على تمويل أي مشروع يجب أيضا العمل على هذا المشروع بأثاره التي الاجتماعية وأيضا البيئية، فالربط بين موضوع التغذية والغذاء والري وأيضا الربط بين النتائج البيئية على والاجتماعية على الأقليات مثلا المهمشة مثل التي لا يكون لها دور كبير يعني لا نراها دائما في المقدمة مثل المرأة والطفل والشباب، هذا شيء مهم جدا وهو مهم أيضا في أي مشروع تمويل يجب التركيز عليه، وأيضا وضع موضوع التمويل من قبل الدول الصناعية وموافقتها أيضا على إدراجها ضمن خطة العمل لصالح الدول النامية هو تقدم كبير جدا، أراه مشجعا في قمة شرم الشيخ. إذن دكتور شادن، يعني تتحدثين عن دور الدول الصناعية الكبرى تجاه الدول النامية أو الدول الإفريقية على وجه التحديد لما تتعرض له من أضرار كبيرة، وهو أهم الموضوعات التي يتم مناقشتها في كوب 27. كيف يمكن إلزام الدول الصناعية الكبرى بهذه التعهدات التي تعهدت فيها بها في السابق وتتعهد بها الآن أيضا؟ أرى ما هو جيد اليوم أنه تطرقنا إلى موضوع الغذاء والطاقة وربطها بموضوع الأمن الغذائي، للقول بأن الأمن الغذائي هو أيضا يعني هو الأمن المناخي. إذا بدينا نتعلم يعني نتكلم اليوم مع موضوع الأمن والاستقرار لموضوع الهجرة ووضع ايضا ما يسمى ب يعني تمويل اجهزه الانذار المبكر للجفاف والكوارث الطبيعيه، وايضا مركز الهجره لمراقبه الهجره المناخيه، هذا من الامور يعني الامور المهمه التي يعني نستطيع ادراجها، ولكن الان يجب الزام يعني التزام بذلك، وحسب ربما ادراج الاتفاق على ادراج قانون بيئي
التفسير مثلا بالالتزام بآلية معينة تجمع الدول النامية والدول الصناعية في استثمار بيئي مشترك، التفكير بحلول يعني بحلول تكنولوجية تقوم على الشراكة والتنمية. يعني هناك أظن أنه اليوم يجب التفكير بوضع بعض الحلول. يعني بالحديث عن الحلول دكتور شادن، أنت مسؤولة الابتكار ببرنامج الاتحاد الأوروبي للتغيرات المناخية، ما هي أبرز الحلول المبتكرة ذات التكلفة القليلة أيضا، وهذا جانب مهم لمواجهة التغيرات المناخية؟ أريد فقط باقة التنوين، كنت مسؤولة سابقة للابتكار في الاتحاد الأوروبي، اليوم أنا مدربة ومستشارة من قبل الاتحاد الأوروبي، ولكن العمل على اليوم من ناحية الابتكار عندما نلجأ إلى موضوع الابتكار يجب العمل على ذلك بشكل محلي. هناك بعض التقنيات والتكنولوجيا التي نستطيع استخدامها مباشرة، وذلك بالاستشفاء من التجربة المحلية. نجد مثلا مثل موضوع التقنيات من أجل التكيف في الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في المنازل، هناك يعني طرق وبيوت تستطيع أن تقي من ارتفاع درجة الحرارة، نراها مثلا مبنية في الصحراء أو في الواحات، وهي من نوعية معينة من الطين الذي يستطيع أن يتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة. هذه نسميها باللغة العربية هي الابتكارات السهلة الموجودة على في المحلية. أيضا هناك بعض الطرق التي نستخدمها لتبريد المياه مثلا بدون أن نحتاج إلى طاقة عالية باستخدام نوعيات مثلا الفخار كما كنا نعمل. يعني هذه هي ابتكارات سهلة، ولكن هل تأثيرها سيكون كبير دكتور شادن؟ يجب العمل اليوم على أكثر من، عندما نستخدم موضوع الحلول يجب الحلول على أكثر من درجة. يعني يجب الحلول غير مكلفة، وبعد ذلك وضع استراتيجية معينة، أننا مثلا يمكن أن نقلل من استخدام الطاقة وتبريد هذه المياه باستخدام حلول سهلة متناولة وسهلة ورخيصة، ثم البدء بالاستثمار بحلول متوسطة وبعيدة. لا نستطيع أيضا أن نقول، يعني لا نستطيع اليوم أن نتكيف ونجد الحلول إذا كان هناك استثمارات عالية، وإنما سوف نجد أننا عاجزين. ولذلك يجب العمل على الصعيد أن نستشف من التجربة ما هي الحلول التي تنجح اليوم مثلا في التكيف، ثم نستثمر في حلول متوسطة وحلول بعيدة الأمد باستثمارات كبيرة كحقول طاقة شمسية أو حقول لإنتاج الكهرباء أو لمشاريع لاستخدام الري، ولكن يجب دمج كل ذلك للوصول إلى حل مقبول. لا نستطيع يعني اليوم فقط التعويل على الاستثمارات الكبيرة، بيننا إذا قمنا لذلك، لأن أي استثمار كبير وحلول كبيرة وتكنولوجيا تأخذ عدة سنوات، واليوم نحن في عام 2022 قريبا على أبواب 2023، عندنا 2030 يعني تبدأ الآن الظواهر الكوارث البيئية المتطرفة بالحدود. لذلك يجب العمل من الآن باستخدام ما لدينا والتخطيط لاستراتيجية أكبر محلية وطنية أيضا دولية معا، والعمل على كل الأصعدة. ولكن البعض يرى دكتور شادن أن هذا لن يتم بدون التكاتف والتكامل بين الدول، ولذلك تعقد قمة كوب 27 وغيرها من الفعاليات المهتمة بالمناخ، هنالك تعويل كبير على الدول الصناعية الكبرى أنها يعني تنقل هذه التكنولوجيا المتطورة للدول النامية للغلبة على التغيرات المناخية. نعم هذا مهم، ولكن ما أريد أن أتحدث عليه أنه يجب العمل على نقل التكنولوجيا. أي نقل تكنولوجيا يمكن يأخذ عامين أو عام من أجل التدريب والتوعية وأيضا والتعليم ثم الاستثمار بهذه التكنولوجيا. مثلا إذا أخذنا مثلا أجهزة الإنذار المبكر، موضوع الجفاف، أو موضوع مثلا السيارة الكهربائية للاستثمار بها هنا، أو مثلا مواضيع كيف يمكن أن نخزن الطاقة الشمسية، كل هذه التكنولوجيا الصغيرة يجب الآن إقامة الشراكة، التفكير في الحماية، في كيف يمكن أن نقوم على العمل من ناحية محلية تصنيعها،
يعني لا يمكن أن نعول فقط على ذلك، يعني يجب أيضا أن نستشف من الممارسات المحلية الناجحة. أظن أن هناك يعني اليوم أنا سمعت قرأت اليوم في مونتي كارلو مثلا كانت تتحدث عن سيدة في الصعيد تكلمت عن استخدام يعني النفايات الزراعية الآفات الزراعية مثلا للرمان من أجل صناعة دبس الرمان مثلا، هذه عملية ونجحت هذه السيدة في الصعيد مثلا، هذه تجربة محلية ناجحة جدا، هي أيضا قامت بتحويل يعني أزمة إلى فرصة. ربما لا نراها أنها تكنولوجية ولكنها إبداع ولكنها ابتكار، لأن الابتكار هو حل لأزمة. فلذلك أيضا هذه الحلول الموجودة المحلية يجب وضعها وتسليطها على الضوء، وطلب أيضا ربما من الدول من البنك من البنك الدولي ومن بنوك الاستثمار أن تستثمر في هذه الخطوات المحلية. صحيح، وضحت الفكرة دكتور شادن دياب، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وعلى هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم مشاهدينا مجددا. أبرزت وسائل الإعلام الدولية من خلال التقارير الإخبارية الدور المصري المحوري في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 والمنعقد في مدينة شرم الشيخ، وسعي القاهرة لرأب الصدع بين المفاوضين في منتصف محادثات المناخ في نسختها الحالية. وتناولت الصحافة الأوروبية والأسيوية اتفاقات واعدة جرى توقيعها بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا على هامش قمة المناخ العالمية في مدينة شرم الشيخ، وذلك لدعم برامج انتقال الطاقة وتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر. ونتابع معكم أيضا، لاقت الجهود التي بذلتها الدولة المصرية للتصدي لظاهرة التغير المناخي إشادة واسعة من كبرى المؤسسات الدولية. نتابع المزيد في العرض التالي. يحظى الهيدروجين الأخضر باهتمام عالمي كبير باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب، وهو أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة 100% بدون أي انبعاثات ضارة على الغلاف الجوي والأرض. وضع مؤتمر المناخ كوب 27 قضية التخفيف من آثار التغير المناخي كأولوية من خلال الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين، وبجانب ذلك وضعت الرئاسة المصرية للمؤتمر أهدافاً أخرى نتابعها في العرض التالي.
وضعت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 أربعة أهداف رئيسية للمؤتمر، هي تخفيف آثار التغير المناخي والتكيف مع آثار التغير المناخي، إضافة إلى ضمان تمويل عادل للدول النامية لمساعدتها في التكيف المناخي، وأخيراً التعاون لتحقيق نتائج ملموسة بطريقة متوازنة فيما يتعلق بقضايا المناخ. ومن هذا المنطلق وضع مؤتمر كوب 27 قضية التخفيف من آثار التغير المناخي كأولوية من خلال الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين، والعمل بجد للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية من خلال اتخاذ إجراءات جريئة وفورية. أما فيما يخص الهدف الثاني من المؤتمر، فقد ركزت الرئاسة المصرية للمؤتمر على قضية مساعدة المجتمعات الأكثر ضعفاً للتكيف مع آثار التغير المناخي من موجات الحر والفيضانات وحرائق الغابات، وذلك تفعيلاً لما تم التوصل إليه في اتفاقية باريس للمناخ، وتم توضيحه بمزيد من التفصيل في ميثاق جلاسكو لوضع التكيف في طليعة العمل العالمي. أما الهدف الثالث فيتمثل في القضية الحاسمة المتعلقة بتمويل القضايا المتعلقة بالمناخ وتعزيز شفافية التدفقات المالية وتسهيل الوصول لتلبية احتياجات البلدان النامية، ولا سيما أفريقيا وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث تعهدت الدول الكبرى بتخصيص 100 مليار دولار سنوياً لصالح الدول المذكورة للتكيف مع قضايا المناخ. وأخيراً يتعلق الهدف الرابع بالتعاون والشراكة الشاملة والفعالة من جانب كل الأطراف المعنية للوصول إلى اتفاقية متوازنة للمناخ تدعم المجتمعات الضعيفة والممثلين من البلدان في المنطقة الأفريقية الذين يتأثرون بشكل متزايد بآثار تغير المناخ. أهلا بكم من جديد. في الوقت الذي تكتسب فيه قضية التغيرات المناخية زخما دوليا واسعا، أطلقت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 لتصبح خارطة طريق لمواجهة التغير المناخي ولتحقيق التوازن بين النمو المستدام والموارد الطبيعية ولتحسين حياة المواطنين. المزيد مشاهدينا في العرض التالي. وضعت الدولة المصرية خارطة طريق تمضي من خلالها في مسارات متوازية للتعامل مع التحديات المناخية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها.
مشاهدينا نتابع معكم هذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأيضا اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية وأحمد عيسى وزير السياحة والأثار واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والدكتور مصطفى الوزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والأثار للشؤون الأثرية واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، حيث شهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير وتطورات الأعمال الإنشائية خاصة ما يتعلق بكافة المرافق والخدمات ذات الصلة. وقد وجه الرئيس السيسي بتحقيق التكامل والتناغم ما بين المتحف المصري وكافة المواقع المحيطة به من خلال شبكة الطرق والمحاور المؤدية له خاصة من مطاري القاهرة وسفنكس، وكذلك ربط المتحف بهضبة الأهرامات، ما يجعل تلك المنطقة من أهم المناطق السياحية الجاذبة في العالم، ويتواكب مع أهمية المتحف كأكبر صرح لعرض الآثار في العالم وأيقونة ثقافية للإنسانية جمعاء. وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أنه تم عرض الجهود الجارية لترميم عدد من المناطق الأثرية والتاريخية على مستوى الجمهورية، خاصة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية وكذلك قصر الأمير محمد علي. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه التغطية، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة، هذه التغطية مستمرة معكم دائما على إكسترا نيوز، إلى اللقاء.